محرك الطائرة هذا يصنع يدوياً، أكثر من 10,000 جزء يتعين ربطها وشدها، مهمة تستغرق عدة أسابيع. المحرك يزن حوالي طنين، وعند الانتهاء منه سيشحن بحراً إلى الولايات المتحدة أو كندا لاستخدامه في طائرة بومبارديه. الكفاءة لها أهمية خاصة بالنسبة لشركة رويس رويس، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع محركات الطائرات. فكل قطرة من الكيروسين يمكن توفيرها تعني توفير التكاليف لعملائها. وفي السنوات الأخيرة ظهرت مشكلة أخرى. من الضروري الاستثمار في تقنيات جديدة تقلل من استهلاك الوقود، فالقليل من الوقود أفضل دائماً، ويجب أن يكون وقوداً بيئياً وكذلك التقنيات. تقدر القيمة السوقية لقطاع الطيران العالمي في عام 2023 بأكثر من 841 مليار دولار، والنمو مستمر. سينتقل عدد المسافرين من حوالي 2 مليار في عام 2021 إلى 10 مليارات في 2050، مما سيؤدي إلى ارتفاع انبعاثات الكربون أيضاً. الوقود المستدام للطيران كحل أصبح اليوم موضع تركيز بشكل متزايد. وقود الطائرات يصنع من النفط الخام. في المقابل يمكن إنتاج وقود الطيران المستدام كالكيروسين المحايد للمناخ بهيدروجين من طاقات متجددة وثاني أكسيد الكربون يتم التقاطه من الغلاف الجوي أو من الكتلة الحيوية كالنباتات غير الغذائية أو نفايات الزيوت أو القمامة. أظهرت بعض الدراسات أن الوقود المستدام يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50-80% مقارنة بوقود الطيران التقليدي. هناك موافقة على استخدام وقود مستدام بنسبة 50%، أي 50% خليط مع الكيروسين. ومن الممكن استخدامه في الطائرات الحالية كخليط للكيروسين العادي بنسبة تصل إلى 50%. لنعد خطوة إلى الوراء. يمكن تشغيل الطائرات حوالي 30 عاماً، وهذا يعني أن الطائرات المصنعة اليوم ستظل تطير بعد منتصف هذا القرن، بينما كان قطاع الطيران يعد بخفض إجمالي انبعاثاته إلى الصفر بحلول عام 2050. شركات كرولز رويس تريد زيادة نسبة وقود الطيران المستدام الذي يمكن استخدامه في الطائرات. هذا يعني أن أنواع الوقود الحالية منخفضة الكربون يمكنها أن تحل كلياً محل الوقود الأحفوري في الطائرات. تظهر شركات الطيران تبنيها لهذه الفكرة. شركة دلتا الأمريكية، إحدى أكبر شركات الطيران في العالم، وعدت بتحقيق استهلاك الصفر بحلول عام 2025 بعد اتهامها بظاهرة الغسيل الأخضر عبر برامج التعويضات المثيرة للجدل. تعول الشركة الآن على وقود الطيران المستدام. يمثل الوقود حوالي 98% من البصمة الكربونية لدلتا. تريد الشركة بحلول عام 2030 الانتقال إلى الوقود المستدام بنسبة 10% وزيادة هذه الحصة إلى 35% بحلول 2035. وقود الطيران المستدام هو أهم أداة لدينا لإزالة الكربون من الطيران. لا يوجد مسار آخر للتطبيق حتى عام 2050، ولا يمكننا الانتظار حتى ذلك الوقت، بل يجب إنشاء سوق جديدة للوقود المستدام. يمثل وقود الطيران المستدام 65% من استراتيجية تخدير وسائل النقل الجوي، والتعويضات 19%، والتقنيات الجديدة 13%، والبنية التحتية 3%. في عام 2022 أنتج حوالي 300 مليون لتر من الوقود المستدام، ومن المتوقع أن ترتفع الحاجة إليه إلى 450 مليار لتر سنوياً بحلول 2050. كمثال عن عام 2022، كانت نسبة وقود الطيران المستدام 0.1% من إجمالي الوقود، إلا أن شركات الطيران اشترت بالفعل كل قطرة متاحة منه في السوق. لذا هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة حتى تصل شركات الطيران إلى الوقود المستدام بشكل أكبر. يؤدي نقص العرض إلى مشكلة أخرى وهي السعر، فوقود الطيران المستدام يكلف ما لا يقل عن 2-3 أضعاف تكلفة الكيروسين العادي. لدينا حالياً عدد قليل من الموردين، علينا التأكد من أن هذا سيتطور إلى سوق فعالة، بحيث يمكن استخدام الوقود المستدام في مناطق مختلفة ويسمح بالمنافسة، مما يجعله بكلفة مقبولة في المستقبل.
في مركز هيلمهولتز في برلين يعمل العلماء على حل هذه المشاكل. يهدف مشروع كير أوسين إلى إنتاج كميات كبيرة من وقود طيران المستدام بأسعار تنافسية. يقوم الباحثون بتطوير محفزات تلعب دوراً رئيسياً في تحويل الهيدروجين وأول أكسيد الكربون إلى وقود اصطناعي مستدام. يتم استخدام المحفز لتقليل الطاقة اللازمة لتفاعل المادتين. الهدف هو جعل المحفز أكثر كفاءة وإتاحته لمصنعي وقود الطيران المستدام بحلول 2025. يمكن لهذا أن يغير قواعد اللعبة لنصل إلى مستوى آخر يسمح بالمزيد من التوسع. ولتلبية طلب المتزايد يجب زيادة إنتاج وقود طيران المستدام بسرعة، لكن الإنتاج السريع قد يؤدي إلى مشاكل أخرى أيضاً. يمكن إنتاج وقود طيران مستدام صناعياً باستخدام الطاقة المتجددة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهذا أكثر استدامة ولكنه أكثر تكلفة أيضاً. حالياً تصنع عدة أنواع من وقود طيران المستدام من نفايات أو نباتات مزروعة خصيصاً لذلك. غالباً ما تؤدي مزارع زيت النخيل مثلاً إلى إزالة الغابات وفقدان الأنواع، ووفقاً لحساباتنا فإن التأثير المناخي لهذا هو أسوأ بثلاث مرات من تأثير الوقود الأحفوري الذي يراد الاستعاضة عنه بزيت النخيل، كما أن استخدام زيت النخيل كوقود يسبب توترات في سوق المواد الغذائية. لكن الأمر لا يتعلق فقط بزيت النخيل، فقد أصبحت النفايات والمخلفات أفضل بكثير من حيث الاستدامة، ومع ذلك لا يمكننا الاعتماد على الوقود الحيوي لتغطية احتياجات الطيران. لم يعد السؤال عما إذا كانت إزالة الكربون من قطاع الطيران ممكنة، بل متى ستتم إزالته. يجب رفع إنتاج وقود الطيران المستدام بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد وخفض الأسعار، لكن بشرط ألا يضر هذا بالبيئة.